من السعودية، من ملعب الأول برك، النادي الأهلي يتوج بكأس مصر للمرة 39 في تاريخه خارج الأراضي المصرية. فوز بسيناريو معتاد مع الأهلي، الأهلي بيكسب في الدقائق الأخيرة، الأهلي بيكسب الزمالك 2-0 في الدقائق الأخيرة. في الدقيقة 84 إمام عاشور يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي من أسيست من أفشة، كرة شكينا اللي هي ممكن تكون تسلل لدرجة إن حكم المباراة أخد 3 دقايق عشان هي أوفسايد ولا مش أوفسايد. وفي الدقيقة 94 إمام عاشور يعمل أسيست لأفشة عشان يجيب الهدف الثاني وتنتهي المباراة لصالح النادي الأهلي بهدفين دون رد. هارد لوك لنادي الزمالك، الزمالك قدم مباراة كويسة جدا، كان فعلا يستحق الفوز لأن الأهلي في الشوط الأولاني يعني ما كانش أحسن حاجة أو ما كانش موجود. يعني الأهلي في الشوط الثاني اللي ابتدى يعمل هجمات ويعمل أسيستات ويكون أكتر شراسة على المرمى. الزمالك اتأثر لما زيزو طلع مصاب، وطبعا ألف سلامة على زيزو، إن شاء الله تكون بسيطة. وأنا شايفة إن أحسن صفقة عملها الزمالك الموسم ده ما كانتش عبدالله سعيد، ما حسيتش بوجود عبدالله سعيد أو في الملعب أو تأثيره في الملعب في المباراة، لكن كانت ناصر ماهر اللي عمل فرق كبير قوي مع الزمالك. وجود ناصر ماهر مع زيزو كان هيفرق قوي مع الزمالك في المباراه، لكن في الاخر هارد لك لنادي الزمالك، قدمت مباراه قويه قوي. الاهلي ممكن ما يكونش كان شكله احسن حاجه ولا قدم كوره شكلها حلو، بس في الاخر الاهلي هو اللي كسب. بالنسبه لي كان قرار غلط ان كولر ما يبداش بمروان عطيه، يعني كريم نيدفيت ما كانش في الفورمه، كان مروان عطيه هو اللي كان لازم يبدا المباراه. مروان عطيه بيعمل اختلاف في نص الملعب، يعني كان غلط من كولر اللي هو ما يبداش بمروان عطيه ويبدا بكريم نيدفيت. وكمان رضا سليم وطاهر ليه ما يشاركوش في المباراة حتى لو في الدقيقة 70؟ بس يشاركوا. وبالنسبة للتبديلات اللي حسيتها متأخرة شوية، مبدل في الدقيقة حاجة و70 ليه؟ يعني المتعادل وعايز تكسب مبدل في الدقيقة حاجة و70؟ تبديلة عمر كمال ومودست ما حسيتش انها كانت لازم اللي هي تحصل، يعني عمر كمال ومودست ما عملوش حاجة قوي، يعني كان المفروض تخلي كهربا وبدل عمر كمال اللي نزلته كان المفروض تنزل رضا سليم او طاهر، هما دول اللي كنت محتاج لهم في الوقت ده مش مودست وعمر كمال. الوقت ده ما كانش لازم تنزل عمر كمال، يعني عمر كمال هيعمل ايه في الوقت ده؟ انت اساسا محتاج هجوم، يعني عمر كمال ما كانش بيهاجم. رغم كل ده ورغم التبديلات اللي ما كانتش احسن حاجه والشكل اللي ما كانش احسن حاجه، بس في الاخر الاهلي قدر يحصل على البطوله. والمباراه دي تبقى المواجهه الرابعه لكولر امام نادي الزمالك، وكولر يعلن تفوقه على نادي الزمالك للمره الرابعه. وفي اخر 4 سنين الاهلي بطل الكاس 4 نسخ والزمالك نسخه واحده. كرة القدم تعرف بالأرقام، وبطل الكاس هو الأهلي للمرة 39 في تاريخه، ودي طبعا أول مرة كاس مصر ما يتلعبش على الأراضي المصرية ويتلعب في السعودية، تحديدا في الرياض على ملعب الأول بارك. ومدام قلنا الرياض، يبقى شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على استضافة كاس مصر للسعودية، والتنظيمات الرائعة اللي كانت في الملعب زي التصوير اللي على أعلى دقة، كاميرا الدروم اللي كانت عمالة تلف الملعب طول 90 دقيقة، الاحتفالات اللي كانت في الملعب، الجوائز المالية والدرع اللي خصصتوه للفائز بالمباراة. وطبعا الرياض بنشوف فيها حاجات مختلفة زي اللي شفناه النهاردة، في شوية حاجات كده حسيتها أحلام العصر اللي بيحصل في المباراة دي، يعني جوزيه مورينيو داخل بكاس مصر، ورونالدو البرازيلي داخل بتيشرت الأهلي، وفرانشيسكو داخل بتيشرت الزمالك، فاللي هو إيه ده؟ وشكرا مصطفى شوبير حارس مرمى اثبت نفسه بجداره، حمى مرمى النادي الاهلي في اكتر من تسديده. وشكرا علي معلول، وشكرا امام عاشور هو مان اوف ذا ماتش، وشكرا محمد مجدي قفشه صاحب القضيه الثانيه، شكرا لرامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، شكرا لجمهور الاهلي والمجلس اداره نادي الاهلي، وشكرا لكولر اللي عودنا بعد كل بطوله نسال على البطوله اللي بعدها. افريقيا يا كولر.